لو تتذكروا لما خرجنا من أزمة الكورونا وبدأ المواطن يحس باعتدال الأحوال وثبات الأسعار وبدء حصاد ثمرة إصلاح اقتصادي ظهر بوضوح في بلدنا، فوجئنا جميعا بحرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا، وهي الدول التي نعتمد عليها في معظم السلع الغذائية وبأسعار مريحة تخدم خطوات إصلاحنا. ولكن شاء الله أن يحدث ذلك وإحنا لسه خارجين من أزمتنا وبنقول يا رب، ولسه طالعين لبر الأمان، زقونا إلى عمق البحر مرة تانية، لأن كل الأسعار عيبت وفي العالم كله وروسيا في أزمة.